نحن وعدكم مشاهدينا مع إيت سمارت، واليوم رندا محضرت لنا قصص كثير طيبه. دجاج شبعنا من الريحه، ما بقى رح نتروق، رح نتغدى سلطه مكسيكيه اليوم. يلا قبل ما تخلص حلقتنا شهر شوي بكون صار هيك بتوين براونستاين. نحن منوعه كثير بكير هلا الظهر عندنا. رندا خبريتك والمسابقة، يلا اليوم عنا رابح. مزبوط، اليوم رح بلش بمسابقة بيري لايت اللي كانت أي في بيتا كاروتين أكتر. هل هو التين أما البلح؟ والجواب هو البلح بلح. أكيد، وطبعا طبعا الجزر فيه أكتر بيتا كاروتين كتير أكتر. عنا رابحة اليوم اللي هي داليا دقدوق. داليا فيك تصلي على مطابخ بيري لايت لتكوني عم تاخدي وتدوقي مأكولاتنا الطيبين والصحية. اليوم رح نبلش مسابقة جديدة اللي هو عنا بين زيت السمسم وزيت الأفوكادو. مزبوط، أو زيت الأفوكادو. أي في السموك بوينت هي أعلى، وقتها تكون سموك بوينت يعني أعلى فينا نطبخه مزبوط وبيضاين على حرارة أكثر. مزبوط، فأي في هاير سموك بوينت، هل هو زيت السمسم أما زيت الأفوكادو؟ والمشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في ألايف أو RDF أو بيري لايت هيلث سنتر. وما تنسوا عم تتابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد. خبريتي لننتقل لإلها، إلها علاقة بأوجاع الراس المايجرين. فبتعرفي ستيفاني كثير عالم بيعانوا من المايجرين، وكثير عالم إنه ما بيعرفوا من شو. إيه، وشيلونا من هالخبرية لأنه عن جد بتعقلن حياتهم. هلا طبعا في كثير دراسات والمايجرين له عدة أسباب، ولكن هون في دراسة اشتغلت على أهمية الرايبوفليفين اللي هو فيتامين بي 2. هل هو إذا الأشخاص تناولوه في خفف لهم المايجرين؟ وبهالدراسة كان في عنا أكثر من 3000 شخص، وشافوا هن شو بيتناولوا أكل على 3 أشهر، وهول من الأشخاص اللي كانوا بيعانوا من المايجرين. وتبين أنه الأشخاص اللي أخذوا ريبوفليفين، ولكن كمان بتعتمد على الكمية، فانتبهوا أنه كل ما الأشخاص زادوا بأكلهم كمية الأكل اللي بتحتوي ريبوفليفين، كل ما هن كان عندهم مشاكل المايجرين هي خفت. مثل شو؟ هلأ اللي بدنا نقوله أنه ريبوفليفين موجود تقريبا بكل الأكل بدي أقوله، ولكن ليش في عالم بريحة أكتر؟ لأنه بتبقى مركزة على الأكلات فيها ريبوفليفين أكتر، اللي هي موجودة مثلا باللحمة، موجودة القصبة أكتر شيء. هلا هي كمان موجودة بالبيض، موجودة بالمشروم أما الفطر، موجود بالخضرة الخضراء، ولكن هون صاروا الكميات بتتفاوت. موجود بالسمك، لكن هو موجود شفناه بالأشياء النباتية، بالأشياء الحيوانية، موجود بالحليب بمشتقاته، ولكن نمبر 1 اللي هو موجود فيه هو بالقصبة وباللحم الأحمر. فإجمالا الأشخاص اللي كانوا مبتعدين عنهم هن هول الأشخاص بحسب هالدراسة الأتاك مايجرينز كان أكتر لهم. هلا مثل ما قلنا هي دراسة وحدة عن شغلة وحدة. مزبوط. ولكن المايجرين له عدة أسباب، فيمكن هن أشخاص عم ياكلوا لحمة حمراء أما قصبة، ولكن عم ياكلوا كتير، عم ياكلوا أشياء كمان بروسس بالأكل ما بتسوى، عم ياكلوا نوع أجبان منا منيحة لهم، في ستريس أكتر، مثل ما بنشوف إنه في كتير عوامل أكتر. ولكن هون بينت هالدراسة ليشوفوا بركي إذا أشخاص نعطوا سبليمنت بالرايبوفليفين هل هالشي ممكن يساعدهم. مزبوط، very good. أوقات إذا ما أكلنا بيجعنا راسنا يمكن. إكزاكتلي، لا تقسيم الأكل كمان من الأشياء اللي كتير مهمة. أوكي، لنرجع للسلطة اليوم. رح نرجع لأكلاتنا ستيفاني، وأنا اللي عم أقوله إنه بهالفترة قررت أرجع أحكي عن المطابخ بالعالم وشو الأشياء اللي هي صحية نختار منها وشو الأشياء المش صحية. رح نلاحظ إنه بحياتنا بكل الأكلات وبكل المطابخ فينا نختار صحي وفي أشياء تكون أقل صحية. هلا امبارح بلشت احكي على المطبخ المكسيكي، اليوم رح نحضر الاكلتين انا وانت ونرجع هيك بعدين نعطي تيبس كيف نختار صحي بطريقه صحيه 100%. اول اكله عندي اياها هي الفاهيتا. اليوم انا عامله فاهيتا بس عملتها فيجن، ولا لحمه ولا سمك ولا والفاهيتا امبارح قلت من الاشياء اللي هي اكثر شيء صحي بالمطبخ المكسيكي. فاذا هيدي الفاهيتا شو محشيتها؟ حاطه فيها الحمص، هي اكثر شيء هيدا الحمص والمشروم اما الفطر. رح نشوف كيف عاملينا. نحن جايبين الحمص وحاطين عليه بهارات، فاذا هيدا الحمص اللي شايفينه بثاني صحن محطوط عليه كمون،
اوكي هيدا الحمص محطوط عليه، رشه كمون، محطوط رشه بابريكا بنشوفها حمراء، محطوط عليه تورميريك كمان. فاذا هولي مع بعضهم ورشينا عليه شويه زيت حطيناهم بالفرن وخليناها تكون عم تقرمش. لكن هذا الحمص اكيد سلقينه نحن قبل، مثل ما دائما بذكر مشاهدين بضلني سال او حاطه بالفريزر. فاذا حطيناه وصار يقرمش، هيدي هي الاساس اللي حاطينه بقلب الفاهيتا. بعدين نحن عندنا كباية من الفطر هون اللي هو مقصقص، رح أقربهم شوي هون بركي تبينوا أكثر. أوكي من الفطر ومقصقصة كمان الفاصوليا الحمراء والصفراء والخضراء، مقصقصتهم مع بعض، حطيت لهم ملعقة زيت صغيرة مشان هيك حاطة الزيت هون ومهوستهم على النار. فإذا هون آخذين هولي ملعقة زيت صغيرة، والحمص كله آخذ الكباية ونص آخذ ملعقة زيت صغيرة، والملفوف الأحمر وحاطين نص كوب من الملفوف الأحمر، هول كلهم هن الموجودين بقلب هيدي الفاهيتا. جايبين لهل كل الانجريدينتس اللي انا قلتهم بيطلع ثلاثه صغار من التورتياز. هول التورتياز فيهم يكونوا على ذره وفيهم يكونوا على قمح. حتى موجود بالسوق التورتيا اللي هي القمحه الكامله. مزبوط. اوكي فاذا وهيدا حجمها هي التورتيا. فاذا حطي هولي بيعملوا ثلاثه من التورتياز. هلا هون اللي بده يطيبها لهيدي الفاهيتا هي الصوص اللي بدنا نعملها. فأنا رح أرجع أحكي على هالصوص اللي شايفينه معهم. هيدي الصوص فيها وحدة أفوكادو. أوكي. تغيير شكل حاطة نص ليمونة. أوكي. فإذا هون عنا ليمونة وحاطة كمان ملعقة كبيرة من زست الحامض. أوكي. كمان هون اللي حطت ليه هو ملعقتين صغار مقصقصين من السيلانترو أما الكزبرة. ولكن عندي نص أورنج، عندي أفوكادو وحدة، عندي السيلانترو أما الكزبرة المقصقصة، الزست تبع الحامض، وكمان هون جايبة بيكل أما كبيسة خيارة وقصقصتها صغير صغير صغير. كلهم سوا خلطتهم ليطلع معي هيدي الصوص. فإذا هيدي هي اللي عم بنزيدها على الحمص، بنزيدها نحن حطينا هون. فيك أنت تكوني عم تاخدي هاي فتحتيها وتحطيها بقلبها، فيك أنت تكوني عم تحطيها على جنب يدفت وبتكتشيها مثل ما واحد هو بحب ياكلها. هون مثل ما قلنا لكل وحدة كاملة، لكن هيدي هي وحدة كاملة بالحشوة تبعولا عم يكون فيها 358 وحدة حرارية. على الأكيد بتشبع. رح يكون فيها 10 جرامات فاصلة 26 من البروتينات، فإذا كمية بروتين كتير لذيذة. رح يكون فيها 12 جرام من الألياف، يعني واو دائما اكثر من 3 جرامات، يعني واو. فاذا هيك كانت فيجن وبالفعل كثير طيبه. فيري جود. لكن اول وصفه، لكن هاي الفاهيتا بالمشروم مع الحمص. هيدي الوصفه رح زيحها شوي على جنب لارجع احط هون السلد. وصفه الثانيه. هلا بالسلد اجمالا بالمكسيكان سالاد ستيف بتشوفوا اوقات هيدي الشل اللي تحتها انه هي مزينين فيها كثير شكلها حلو. كثير اشخاص بيكونوا بهمهم انه يكونوا عم ياكلوها. هون وقتها تاكليها مع الشل يعني زدتي لك 400 وحده حراريه. هيدي الشل يعني هي بالنتيجه شو؟ بالنتيجه بدهم يقلوها. مزبوط. فاذا هون هي بتجي مثل تشيبس المقلى، فهون خطورتها. اوقات كمان بالمكسيكان لازم نطلبها بصحن، بنطلبها بصحن او ما ناكلها للشل يعني محطوطه. اوقات في مكسيكان سالادز بحطوها مثل ما هلا عم بحكي وبيزيدوا هول اللي بقلبها التشيبس اللي عليهم اللي كل العالم بتقولي بنطلبها كرمالهم. مش غلط وهي طيبه، بس هون اللي عم اقول كيف الوحدات الحراريه والدنيات الغير جيده اللي هي عم تزيد. اوكي لكن هيدي السالاد هي سالمون سالاد. اوكي سالمون مكسيكان سالاد. رح بلش انه انا جايبه 200 جرام من السالمون مثل ما رح فرجي هون شوي. أوكي 200 جرام وأنا شويتهم. أوكي هلأ كمان هون جايبة البطاطا الحلوة، فإذا جايبة نص كوب من البطاطا الحلوة اللي حطته قدامنا. كمان أنا عملت له جريلينج بالحقيقة، مش سلقته، عاملة جريل. حاطة كوب ونص مجموعين بين
التشيري توميتو، البندورة الكرزية، بين الجزر وبين أنواع الفليفلة. أوكي، عندي مثل ما فرجيت قبل 4 كوب من الروكا، فإذا الأساس تحت هو الروكا طبعا بده يكون. عندي هون 1/2 كوب من الفاصوليا الحمراء اللي هي أساس بالمطبخ المكسيكي، فهون كمان 1/2 كوب اللي هي مسلوقة. عندنا 1/2 كوب من الأفوكادو المقطع، عندي 1/2 كوب من المانجو كمان هون، يعني خضرة وفواكه ودهنيات جيدة وبروتينات، صحن كامل مزبوط، وملعقة صغيرة من الزيت. فإذا شو الصوص؟ هول كلهم لكن حاطينهم فوق بعضهم مثل ما نحن شايفين ومثل ما نحن مزينينا. هلا الصوص، الصوص اشتغلتها لتكون البيس تبعها هو اليوغرت، أما اللبن هون فانا حاطه 2 ملاعق من السيلانترو. كمان بتلاحظي دائما الكزبره بالمطعم المكسيكي موجوده على طول، 2 ملاعق من الكزبره، عندي 1 كوب من اللبن اللي هو قليل الدسم، 2 ملاعق صغار من زيت الزيتون. اوكي، عندي كمان حص من الثوم اللي هون مدقوق، عندي حامضه، عصره حامضه كامله، ملح وبهار مخلوطين كلهم سوا لتطلع هيدي الصوص اللي نحن شايفينها اللي لونها اخضر. هلا هون طيب هيدا صحن منه لشخص واحد، يعني فقستينا هلا لا كثار فهون عم نحكي 200 جرام من هلا اذا الواحد بس بده ياكل سلاد ما رح ياكل غير شيء، نعم في ياكل كل الصحن ولا لا؟ هلا رح اقول لك وانت بتقرري. اوكي، اذا هالصحن قسمناه لثلاثة اقسام، اوكي ثلاثة، بيطلع عنا للشخص طلع له 336 وحدة حرارية، طلع له لهالشخص 20 جرام من البروتينات، كمية كتير كبيرة، 6 بكل جرام الصحن في 900 كالوري. ماي جاد. هلا واو رندا، يعني 900 كالوري او 1000 كالوري بناكل كل النهار. ايه وقعة كتير كتير كبيرة، مشان هيك ستيفاني ما بنلاحظ، بنفكر انه السلطه خفيفه و سو هيدي السلطه اذا بدها تكون مين دش لشخص مثلنا انا وانت بدنا نكون عم ناكل نصها، عرفتي؟ يعني هون عم نحكي المانجو، عم نحكي الافوكادو، عم نحكي البطاطا، عم نحكي البينز، الفاصوليا، عم نحكي السمكه، فكلهم بيحتووا ولكن بيحتووا على غذاء كثير كثير كبير، حتى كرمال غذائنا نحن على الوقعه مش بحاجه لناكل. هل قد كالوري مع الصوص ولا بلا صوص؟ مع الصوص كامله، مع الصوص كامله. مشان هيك لا ارجع عنا عدة نقط هون نكون عم نحكي عنها. أول نقطة إنه إيه، مش دايما السلد هي أخف من الوقعة الأساسية، وهي دايما أنا بحكي مع زبوناتي إنه نقيتوا سلد لأنه بتحبوها، نقيتوا سلد لأنه شبعتكم، لأنه مبسوطين فيها كتير منيح. وبالفعل بليز بليز يا جماعة، ما بعرف سنة دايما أنا بفوت بأتيتيود على بأول الشتوية، بدنا نحب الأكل يعني، وبدنا نحب شو عم ناكل، ما نحرم حالنا بس ما ناكل كمان كتير وننبسط فيه بطريقة منظمة. فإذا هون مش قصاص إذا عم باكلها السلد، إذا بحبها بدي أكلها، ولكن إذا حبي أنا أكل الفاهيتا هون، شفت إنه هذا ساندويتش الفاهيتا طلع لي أخف من هيك، وفي إجمع سوا هيدا الفاهيتا مع ربع من هيدا الصحن هو بيكون وقعة 600 كالوري هي مزبوط وقعة كاملة. هلا ما كنت منتظره ابدا 900 او 1000 كالوري بالسلد، بس هيك بيكون في. انتبهي ما حكينا عن الشل وعن الاشياء الباقيه. هلا بالمطبخ المكسيكي بدي انتبه من الساور كريم دائما، سو انا وقتها بدي احطها بدي اخفف منها. جواكامولي كثير بتجنن الافوكادو، بنشوف دائما في افوكادو، بدنا ننتبه لكميتها هيدي، بدنا ننتبه كل شيء فينا نطلبه، مثلا التوستادا هي مثل التوست وبحطوا عليها الانجريدينتس اللي بنحطهم، بس هيدي التوستادا فيها تكون قلية وفيها تكون لا مشوية، سو دايما نطلب القلي لأنه على طول القلي بيكون في يا قلي يا مش قلي، ونحن بدنا نطلبه هون. وكمان بالمطبخ المكسيكي بنخاف من تشيدر تشيز لأنه كثير بيتكتر هون، مش كثير بروسس، فكمان بدي انتبه دائما هول يكونوا على جنب. اعمل حسابي 2 ملاعق حطهم، 2 ملاعق ساور كريم كبيره، 2 ملاعق جبنه، ذاتس ات بصحنه، وذاتس ات بصحنه مع باقي الاشياء الصحيه. ثانك يو رندا على المعلومات، هاف ا نايس داي. مشاهدينا وقفه وانا برجع بشوفكم بنيتشر.